خلينا كده نعرف التفاصيل، وخليني أرحب على التليفون بسيادة اللواء، سيادة اللواء معانا جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات. مساء الخير يا فندم. ألو سيادة اللواء جمال، على جمهورك الكريم. أهلا بحضرتك، أهلا بيك، أهلا بيك سيادة اللواء جمال. كلمنا بقى القبضية الجاية على طول إن شاء الله. القبضية الجاية أهالينا أصحاب المعاشات هيفرق معاهم المعاش ازاي؟ احنا ان شاء الله بمجرد ما فخامة الرئيس اعلن يوم عن نسبة الزيادة المفضلة في المعاشات انها نسبة 15%، شكلنا غرفة عمل فورا وحسبنا التكلفة بتاعت الزيادة دي هتبقى ايه وكم واحد هيستفيد منها كم واحد هيستفيد يا فندم؟ احنا عندنا 11 مليون مواطن هيستفيدوا من هذه الزيادة. 11 مليون. هي هيبقى حدها 170 جنيه وحدها الأقصى 1635 جنيه. تمام. إجمالي التكلفة السنوية لهذه الزيادة 55 مليار جنيه. يعني الزيادة دي هتكلف الهيئة الدولة 55 مليار جنيه. نعم. السنة. مفروض ان احنا بنزود المعاشات دايما في شهر 7 من كل السنة دي، يعني فخامة الرئيس كان قراراته بتبكير صرف الزيادة، واسمحي لي ان انا اتوجه بالتحية والتقدير لفخامة الرئيس على احساسه العالي جدا بالمواطن طبعا الأزمية على الناس ده. فهو الحقيقة يعني عودنا دايما على مبادرة وما ننتظرش، فعشان كده هنبكر صرف الزيادة بتاعت المعاشات، هنعملها ان شاء الله من 1/4 اللي هو مع معاش شهر 4 اللي جاي. تمام. اللي بيتقبض يوم 1/4، فانا نعم. بطمن اهالينا من اصحاب المعاشات ان شاء الله يوم 1/4 هتاخد كارت الصرف المعاش بتاعك وتتوجه لماكينة الصرف الآلي اللي انت متعود تصرف منها، تاخد المعاش ومضاف اليه 15% بإذن الله. كل واحد يحسب معاشه الجديد ازاي؟ احنا ده كان من 4 شهور فقط، من 4 شهور فخامة الرئيس وجه برضه ان احنا في منحة استثنائية لأصحاب المعاشات شهرية. نعم. شهرية مستمرة. نعم. المنحه دي كانت 300 جنيه. فاحنا ودي كانت تكلفتها 32 مليار جنيه في السنه. ايوه. والحمد لله نجحنا ونزلنا الزياده للناس في شهر يوم 1/11. ايوه. فاحنا اللي بيقبض معاشه انا معاشي مثلا 3000 جنيه يبقى ال 15% بتاعتي 400 جنيه. تمام. انا هزيد 450 جنيه. تمام. يبقى هقبض 1/4 3450. ايوه. وهكذا. أيوة. لو ضربت المعاش في ال 15% طلع الرقم اقل من 170 جنيه بنرفعه ل 170. حضراتكم بترفعوه اوتوماتيك؟ ايوه يا فندم. تمام، يعني اللي معاشه هيدي له الزياده بعد زياده سياده الرئيس في 1/4 اقل من 170 جنيه ما يقلقش، هياخد ال 170. هياخد ال 170. يعني لو عندي صاحب معاش معاشه 1000 جنيه مثلا، ال 15% بتاعته ب 150 جنيه. هياخد ال 170. هياخد ال 100. ايوه. وهكذا. ده المقصود. ده المقصود بالحد الادنى للزياده يعني. ايوه ايوه. كل الناس مطبق عليها هذه الزياده في المعاشات. دي قواعد طبعا احنا بنعد التشريع دلوقتي بناء على تكليفات دولة رئيس الوزراء، ومجرد ما طلع التكليف دولة رئيس الوزراء كلفنا شوفوا ايه الاجراءات التشريعية المطلوبة، بنشوف شغالين طبعا الجمعة لازم عشان لازم يتاخد موافقة البرلمان بالضبط. نعم. فاحنا نعم. بنعد التشريع اللازم لتنفيذ الحزمة اللي وجه بيها فخامة الرئيس، وان شاء الله نلحق نستصدر القانون قبل 1/4، وفي جميع الاحوال ان شاء الله 1/4 هنكون منزلين زياده المعاشات باذن الله.
تمام، يعني بتتخذوا إجراءات سريعة علشان تاخدوا موافقة البرلمان، وبتشتغلوا من نار علشان 1/4 يبقى كل أصحاب المعاشات بياخدوا الزيادة الجديدة على المعاش القادم إن شاء الله. إن شاء الله. بشكرك فندم، بشكرك، شكرا جزيلا، بشكرك سيد لواء جمال عون.